بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في حي الراموسة، ننفي ما يدعيه النظام على السيطرة على فرن الراموسة، ومزاد الاشتباك مستمر في داخلي بين قوات النظام والمجاهدين. ونوجه رسالة للأخوة المدنيين عدم الاقتراب من حي الراموسة، لأن الاشتباكات مستمرة والطريق مقطوع بالكامل. وهذا هو فرن الراموسة، مازالت الاشتباك مستمرة في داخله بين قوات النظام والمجاهدين. تكبير الله.